والله العظيم لازم نحكي للسادة المستمعين باعتبارنا عائلة واحدة. جعفر قال لي محلاك واللي تعمل فيه محلاه وربي يبارك لك ويرحم ميمتك. امين. كلام الحقيقة نسمع فيه تيم انا يخوف يخوف. الحمد لله. الحمد لله يخوف. الحمد لله يخوف. وربي يبارك لك وواصل كمل غادي. وذيك هي الثنية الباهية كلام سمعته قبل يخوف. يرعب يرعب يرعب. وريك قال لي كلام أول مرة نسمعه وباش نقوله لكم. مسني ياسر. شنو قال؟ قال لي جعفر والعياذ بالله الشيطان ذكي برشا. قلت له ما فهمتكش. قال لي الشيطان ذكي برشا يعمل إتيود دو بروجي. معناتها مش كيما يخرف الزينب الله ما عافينا والعياذ بالله. مش كيما يخرف الرباب. مش كيما يخرف الجعفر. يعمل إتيود للشخصية. يدرسوا مليح. قال لي جعفر أنت الشيطان ينجم يدخل لك من شيرة واحدة. وهي صحيحة. اللي هي. قال لي باش يجيك ويقول لك اسمعني. ما يراوش بيه. والله صارت لي. ريت كيفاش هكا عاونتو سبك في التليفون. ريت كيفاش عاونتو قال لك يا اخي هذا هو كهو يا اخي مش وعدتوني بثلاثين. ريت كيفاش عاونتها ميم با هز التليفون وقلت لك بارك الله فيك باش يدخل لك من غادي. قلت له انا دخل الشيطان من ذلك الموقع. قال لي انا ننصح خويا نصيحه. قل له لا انتظر شيء وراني باش نواصل. قال لي قول هيلو قول هيلو احكي معاه احكي معاه. قال لي باش تصدم الليلة ما يرقدش. والله البارح خويا طيحته البلو البارح طيحته. الله ما عافينا وعياذ بالله. والله يا ربع كلمته قلت له ماما لا انتظر شيء لا انتظر شيء ما واش هذاك اللي حاجتي بيه. قال لي أما خير أسمعني القوة تاع السيد هذا ربي يبارك لك في اللي قلته. قال لي أما خير أنت تنتظر جائزة بسيطة من أشخاص أو تنتظر جائزة أعظم من خالق الأشخاص. قلت له جائزة أعظم من خالق الأشخاص. قال لي اليوم تكلم الشيطان قل له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتقول له لا أنتظر وراني مواصل وباللي يعملوا وباللي يقولوا رانا مواصلين. هذا التحدي متاع اليوم لا انتظر ورانا مواصلين. لا ننتظر لا جزاء ولا شكورة ولا حتى شيء. يكفي فقط حق اعطاني معلومة اخرى. شنو قال؟ ان شاء الله خير. قال لي ثم ناس اللهم عافينا يهربوا للدروغ. علاش؟ باش يلوجوا على المتعة واللذة والنسيان والفرحة ولا دريالين هذاك اللي يطلع. فهمتني؟ اللهم عافينا. قال لي نقول لك حاجة. فعل الخير فيه نشوة لا توصف. قال لي راهو علمية في الجسد. طبعا ما يعرفها كان اللي يعملها. صحيت والله. في الجسد فعلا. في الجسد. قال لك ربي سبحانه يعطيك طاقة في الجسد بعد ما تعمل الفعل هذاك تحس بالنشوة والانتشاء. وصارت لنا برشا مرات. أنا باش نقول لك حاجة. الشيطان ينجم يكون أنا راه. إيه نجم يكون. خاطر باش نستعرف أنا مرة وقت اللي جاك التليفون. إيه. نتاعك اللي يسبوك في التليفون على الدار من غير ما ندخل في شكون طبعا ليه. انا قلت له راه ما يراوش به. انا قلت لك الكلام. انا قلت لك راه il mérite pas. من الاخر خلينا نقولوا خي الشيطان مش يكلمك. الشيطان ينجم يتكلم عن طريق يعني ينجم يتكلم عن طريق اي انسان. وانا وقتها في اللحظه هذيك انا وقتها في اللحظه هذيك نخمم فيها الحكايه ومن بها وانا نقول فيها خاطر حسيت عليه ولا صحيت من بها وانا نقول فيها خاطر فما حاجات خاطر فما عباد فما العباد اللي يسمعوا فينا ما يشوفوش في الحقيقه اللي قاعده تصير. وانا قلت لك راه ما يراوش به وراه وين اي انسان باش يعمل رياكسيون كيما هكاك بعد ما انت عروقك تتقطع وكلنا نعملوا ديزيفور باش تعاون انسان ويرجع برياكسيون كيما هكاك. نجم نقول لك اللي باش نعاود نكون الشيطان مره اخرى. لا لا حشيك لا 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 هذاك هو هذاك هو على خاطر إيه. نحن زاد نحن راه كيما هو انسان نحن زاد انا انسان احنا ضعاف احنا ضعاف. انا باش نقول لك معلومه كهو. ف
ثم ناس يستحقوا بالحق وما يلزمش هذا القطار يخفي القطار الحقيقي بتاع الناس المحتاجة بالحق. كيما علاش قدمنا عملنا المقدمة هذه؟ لأنه الحقيقة اليوم متوسمين خير وندخل في إنجاز كبير برشا لذات إنساني. على ذكر القطار، هل تعلم من عرش كان قال لك هي بنا تاو باش نقول لك سيت ما قلت لكش قبيلة، هل تعلم أنه ملي قلنا أنه فقرة الناس بالناس باش تصير كل يوم في رمضان والمساجات قاعدة تصير جينا من توا فريق العديد الكل باش نعطيه الفلوس من توا باش ما نوخروش على العباد من توا، لا سمع الكا لا عرف شنو الحكاية لا يعرفوا شكون لمرأة لراجل شنو يستحقوا من توا، هيك نبعثوا الفلوس باش ما نوخروش على الناس باش كل يوم تلقاو. قلنا لهم رانا احنا ما ناخذوش فلوس تستناو مثالش نعطيكم كونتاكت ديريكت مع ثم مواطن كل جمعة يتبرعوا نعرف وين خصص مبلغ يوميا مدة 20 حلقة في رمضان من توا نوريك شيفر اللي جاي قبيلة ان شاء الله ربي يبارك يوميا. تتذكرك العائلات اللي كانت تجي زادة يوميا في رمضان هو والوالدة متاعه واللي يدق الباب ويقول لك انا راني كل يوم لهنا وكل يوم وكل نهار وقسم. زينب انت حاضر معايا وقت اللي ثم واحد يظهر لي عنده مبلغ بين كراء وماء وضوء راه اسراف. اسمع وريني امارات وريني مساج ثم امارات في الدنيا راه الدنيا مش مسيبه راه ربي سبحانه معظم شانه فهمتني بالفرنسية. هل تعلم اي اتكلم شوي اي 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 شوية. اي اوكي وصل شفت المبلغ اي اسمعني اي رافع باش تدوخ والله باش تدوخ الكل واحد كيما تقول المبلغ اللي طالبه بين كراء وماء وضوء 3 ملايين ذكروا رقم و260 هاو ايهاب حاضر 3 ملايين و260 يكلم واحد يا رافع يرعش هلو امانين شبيك وانا كنت ناخذ التليفونات في المباشر ناخذ تليفون معناتها بورتابل في المباشر نعمل اوبرلور فهمني اوبرلور اي صح اوبرلور فهمني ولا ونحطه في الميكرو نبدا نسمع يعمل لي هلو انا جاي نعمله شبيك انت لا يعمل لي لحظه عيش خويا لحظه انا تو راني منش بعيد وانا جاي تقول لي مرات خارج شبيك نعمله شبيك يا شافر اعمل لي يا شافر انا الوالد فهمني ولا مد لي فلوس الزكاه 3 ملايين و260 قد محسوبين اقسم بالله العلي العظيم من بين الاشياء اللي سمعتها بوذني نفس المبلغ اللي طلبه السيد راهي يا اعزائي المستمعين اسمعوني راهي الدنيا مش مسيبه قدرك بشر ذلك حجرك ظلمك مسك رجك وش لازم تقولي الله يعرف يسمع انا عمري ما قلت له يا الله الداخل عندي كود بيني وبينه يحسني مقدر يحسني فرحان يحسني مظلوم والله بالحق دوك توكلوا على الله توكلوا فقط على الله واحنا اليوم متوكلين على الله وغدوا متوكلين على الله وفي رمضان من السبعة نحكيه من الاخر زادة باش نفرش كل شيء طبعا في رمضان من السبعة للعشرة في رمضان من السبعة للعشرة فقرة الناس بالناس صار جدل كبير يوميا سترو وتخلقت دوزيكيب بين مدافع على يوميا وبين خوي سترو يوميا باحترازات وكله لوجيك وفي الصباح زعم لا صعيب العباد باش تعاون الصباح العشرة مستحيل وكذا انا باش نقول حاجة واحدة يوميا ومش سترو الله وربي سبحانه ما ينام الليل يقول كن فيكون العشرة متاع الصباح الخمسة الاربعة ماضي ثلاثة متاع الصباح في اوقات ما تعرفش عليها وقتاش دوك باش نتوكلوا في رمضان وباش نزيدوا حاجة اخرى في رمضان باش نعملوا شقاقة مشروع بعينه حبوا تو نحكيو في قادم الايام لانه ثم وليدات فهمني ولا من ذوي الحاجات الخصوصية في صفاقس نقصتهم كار وباش نلموا كل شيء ان شاء الله يا رب وثلاثة كيران البارح الحقيقة البارح ولا قلت البارح وقتاش البارح وقت البرنامج نعم رئاسه الجمهوريه اتصلت بنا في قادم الايام شو نقول لكم بالضبط وقتاش الدنيا الكل في شان لي زومبيلونس نوضحوا للناس اللي قاعده تسمع اتصلوا بنا هذه رسمي نقول لكم انا توا اتصلوا بنا في شان لي زومبيلونس وفي ايادي امينه مساله وقت وجيز لي زومبيلونس يكونوا حاضرين فهمني ولا شكرا على الثقه توكلنا على الله في حلقه اعتبر انها حلقه انسانيه حلقتنا الكل انا